في تونس روف كوكا. شوف حبينا ولا كرهنا، رمضان هو شهر العبادات زادا شهر الأعمال، وكي نقولوا رمضان نقولوا الكاميرا كاشي، وكلنا تربينا وكبرنا على الكاميرا كاشي متاع رؤوف كوكا، يقولوا عليها تريكي مش تريكي، تقعد عند الشخم متاحة. والحقيقة برشة تعملوا معناها تجارب متاع كاميرا خفية، ولكن ما كانوش كيما رؤوف كوكا، على خطر تلمو الفكرة بسيطة وتلمو معناها تحس هكا الناس دوك يشبونا، فمش لك الرعب لحد شايفة، ما موقف هكا يضحكك يدخلك الضحكة في الدار. رؤوف كوكا عنده توا مديدة غايب على القنوات التونسية، يخدم في ليبيا، ما شفناهش لا في قناة وطنية لا حتى شيء. السنة يرجع لتونس، وحسب أشتاك ميديا شفت انه باش يكون حاضر في قناة تلفزة تي في، باش يرجع بعمل جديد. الحقيقة حاجة تفرحنا ونقولوا مبروك الرؤوف كوكا، وان شاء الله تكون حاجة مزيانة خفيفة تدخل الضحكة للعائلات التونسية خاصة. سعيد للتلفز الكل، ان شاء الله بالنجاح في الاعمال الرمضانيه، ان شاء الله يجينا الطبق دسم في شقان الفطر، نعملوا شيخه مع باش يتقدم لنا الكل في التلفزه التونسيه الكل. صعوبه الانتاج، صعوبه كبيره، غياب الاشهار بارابور الاعوام الماضيه خلى القنوات فريمون السنة تعبين برشا باش يحضروا منتوج. نتمنوا ان توكا يخلطوا ينجحوا ويتقدم منتوج ينجح الموسم الرمضاني اللي هو مهم لدوام القنوات التلفزية. معناها تقريبا 70% من الروسيت بتاع التلفزة في عام يتعمل في شهر رمضان. ينجح الشهر تمنع التلفزة، ما ينجحش الشهر التلفزة الميسرة. تدخل في مشاكل كبيرة برشا، وكيقولوا تنجح راه مش معناها أرباح طايلة، معناها يغارونتي أنه 80-90% من اللي شارج متاعه متاع العام، ما بين لي سالير كريديات والإكيبمون ماتريال كذا، هذاك يخلص والتلفزة تتنفس وتزيد تضمن عام آخر. إن شاء الله سعيد للجميع، إن شاء الله بالتوفيق. محمود حصلت مرة في كاميرا كاشي؟ 50 مرة. بالحق بالحق والله 50 مرة. أعطيني أكثر واحدة صعيبة. ما نذكركش في كاميرا الزلزال. الزلزال بهيش حصلت، وعندي فيها تاريخ انا الزلزال، كان نحكيها لك. الزلزال حصلوني وحبينا نحصلوا عامر العريض ان شاء الله يكون بخير، وجبت باش يحصل عامر العريض معايا حمل همامي ان شاء الله يكون بخير زاد. وبعد ما خرجنا زعما من الزلزال، عامر العريض يلقى حمل همامي لطف عليه مطيش اللوطه وبالدم، يفحج عامر العريض على حمل هميمي ويحط على ساقيه ويهرب، وانا نقول له يا عامر اجري يجري، يا عامر اجري حمر او مات، يقول لي حتى نعيش واحنا ساعه حتى والله النفس عزيزه يا سعدي، النفس عزيزه. وبعد عامر ان شاء الله ربي يذكره بخير زين، قال لهم ما تعداش الحلقه وصل معز، الحلقه ما تعداتش، معناتها ما تعداتش الحلقه ذيك هي والله ما تعداتش، خاطر انا حصلت دوك انت فضحته مثال عامر تعدات 5 سنوات، وحصلت في الطياره وحصلت في البطو. اما اكثر واحدة ما شاء الله عليك نبيه، ما يحصل جملة كل عام يحصل معنا شو والطيارة طيارة تفجع انا اقول لك حاجة، انا الطيارة حصلت وترعبت، وكي باش نروح ما عنديش علاش نروح، يلزمني نروح على نفس الطيارة، وباش يحصلوا يظهر لي مين الشريف معايا في نفس وانا في بالي بها، في بالي بها اللي هي كاميرا كاشي رفيق، وبالرغم اللي انا في بالي بها اقسم بالله لوتيس لوتيس كي تنفضت الطياره وطلعت ساقها تحلت تعيط وتقول له هاو سي بون اريتي اريتي، انا ما عادش نجم نلعب، وراه ترى روحك مبيكي البحر، معناتها موش هذه معز عملها والله اش باش يبقى فعله معز والله. اما اقول لك حاجه، زيد نعطيك حاجه على الكاميرا كاشي، مشينا باش نعملوا كاميرا كاشي انا ومعز، اول مره مش نحصل هنا، مشينا باش نعملوا في الصحراء نستدعوا عباد، وداير بالمناسبه ذي اول مره راه سامي عبو عبير موسي ما بعضهم، انا رجعتهم اصحاب عاد باش ما يقلقوش، خاطر السيستم نتاع الكاميرا كاشي تنقول لك حفره في الصحراء ويعني اي نتذكرها بعد ما تمت شيء بعد ما تمتش. دونك عبير موسي وسامي عبو قلقوا في الاوتيل، دونك ولاو اصحاب، قعدوا من الاول ما يتكلموش، ومن بعد القلق يعمل في الاوتيل قاعدين جمعه كامل يتجاوبوا اطراف الحديث، ليه ولاو اصحاب وهبطوا يقضيوا مع بعضهم في السوق بتاع تونس والله، وتقول له يا سامي الروبه هذه باهيه والله، وعبير تقول له يا حلو والله وتاتك والله والله صدقني يا معناتها ريت ساعات راهو يشفي دريان باش تدري خلافات، اما السيستم اللي عامله معز نهار تعطينا يا ولدي ما مشاش جمله، خاطر الطفل اللي الانجينيور ذرق راه معايا في انا عيطوا لي زاده باش نحصل من بعد ما تمتش هو خمالها عليه
الشابي السيرك اسمها هذا في قناه التاسعه تاع ظهر لي اوغوزمون ما عملتهاش معناها خاطر كان مش عملش تعدى حاجه فاشله معناها مش خاف معاهم انا كذب القرد عليه نهارتها اللي نهارتها هو اللي يسيب عليه في القرد يا اخي القرد كذب عليه هزوا للسبيطار شفت فيه عليه نرجو نحكيو في البطاقات بعد الفاصل نحكيو على جوزي مورينو المدرب العملاق باش يكون محلل مباراه الزمالك والاهلي المصري شكون وراء هذا تركي الشيخ واموال تركي الشيخ الموجوده والمعروضه على قارعه التاريخ تعدى هز ويجا صور فنان مغني ممثل محلل تركي الشيخ يعمل اللي قاعد يعمل فيه حاجه تدخل التاريخ بعد الفاصل نحكيو في هذا وفي بقيه البطاقات